أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في برنامجكم ماشية الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة. حياك الله معنا في ماشية الصحافة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نبدأ جولتنا كالعادة بالصحافة المحلية. وفي صحيفة الكويتية مشاهدينا نقرأ هذا العنوان: الحربي ترأس اجتماعا موسعا تناول آلية عقد اختبارات الفصل الأول، التربية، اختبارات الثانوي ورقية وبقية الصفوف إلكترونية. من عناوين الجريدة: مباحث المرور تستعين بطائرات درونز لملاحقة المستهترين، عملياتها الأولى أسفرت عن ضبط 3 مركبات وإحالتها إلى الحجز. في التفاصيل تكتب الجريدة: شرعت إدارة العمليات المرورية قسم مباحث المرور في استخدام تقنية جديدة لملاحقة المستهترين والمخالفين للأنظمة المرورية على الطرق الدائرية والرئيسية والسريعة عن طريق استخدام طائرات درونز لرصد أماكن تجمع المستهترين والمتجمهرين في مختلف المناطق وخصوصا الطرق الخارجية، كذلك مواقع إقامة السباقات على الطرق العامة. إلى صحيفة النهار وفيها: حملة اللقاح على مدار عام كامل ومحاسبة الجهات غير الملتزمة بحضور 50% من موظفيها. 5 فئات للتطعيم ضد كوفيد-19، لا تغيير على إجراءات الحجر المنزلي للعائدين من السفر. أما في الوسط عنوان: إغلاق باب الترشح لأمة 2020 في اليوم الثالث على 55 مرشحا بينهم 4 نساء. في صحيفة الأنباء عنوان: استيفاء كل المتطلبات الفنية للمنشآت والأنظمة لتلبية احتياج جميع العمليات التشغيلية المستقبلية لجعل مبنى المطار ذكيا. الطيران المدني سرعة إنجاز مبنى الركاب الجديد T2. القبست عنوان المانشيت: المؤشرات تماسكت وأسهم البنوك استعادت زخمها، البورصة تكسب 100 مليون دولار. مشاهدينا مانشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه إلى الصحف العربية والعالمية. تحت عنوان: إيران تدعم أذربيجان في الحرب ضد أرمينيا، تقول لوموند الفرنسية أنه منذ بداية الصراع في ناغورنو كاراباخ كانت جمهورية إيران الإسلامية تلعب دورها بأمان في محاولة لتحقيق توازن منذ فترة طويلة بين أرمينيا وأذربيجان اللتين لطالما كانت العلاقات بينهما أكثر تعقيدا. وعندما اندلع الصراع فيما أسمته الصحيفة الجيب الأرميني الانفصالي في أواخر سبتمبر، اتهمت طهران بدعم جارتها الشمالية أرمينيا من خلال السماح بمرور الأسلحة الروسية، لكن طهران تدعم الآن باكو بثبات في الصراع بينها وبين يريفان، دعم متناقض لأن أذربيجان لا تزال حليفا وثيقا لإسرائيل، أحد أعداء جمهورية إيران الإسلامية حسب الصحيفة. ومع ذلك حافظت إيران دائما على تبادلات مكثفة مع أرمينيا، حيث تمدها طهران بالغاز ويريفان بالكهرباء. إذن نقف عند هذا الموضوع، هل فعلا حدث تغيير في السياسة الإيرانية إزاء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وما أسباب هذا التغيير إن وجد؟ يعني أولا يجب أن نراعي المخاوف الموجودة عند إيران في عام 1993، فالسياسة ليست ثابتة بل هي متغيرات. في بداية استغلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي وتكوين الدولة الأذربيجانية كانت هناك مخاوف إيرانية، خاصة إذا نعلم أن 25 ما يوازي 25% من مكون الشعب الإيراني هو من العرقية الأذربيجانية أو من القومية الأذربيجانية. كان هناك تخوفات لدى إيران بأن وجود دولة أذربيجانية قد
يعني تزكي الـ 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 يعني النزاعات القومية لدى طائفة كبيرة من الشعب الإيراني، وذلك كانت تتخوف من أن تكون هناك دولة قوية مثل أذربيجان. الآن متغيرات اختلفت، أذربيجان 25 سنة دولة مستقرة تحقق تقدم، جيشها قوي، ولم يؤثر تشكيل الدولة الأذربيجانية بشكل كبير على المكون الأذري في الشعب لدى إيران. الآن إيران تحسب حسابات مختلفة، لا تريد أن تؤجج الصراعات أو العرقية الأذربيجانية ضد النظام في إيران، خاصة أن هناك عدة يعني في بلوشستان هناك بعض التوترات في الأهواز، فلا تريد أن يكون هذا توتر آخر. لذلك إيران توازن الحسابات مع أذربيجان، وتريد أن تكون هناك حسابات متوازية بين الأذر وبين أرمينيا، ولا يعني تغضب القومية الأذرية التي تكون مكون كبير لدى إيران. أيضا إيران لا تريد نزاعات مسلحة تمتد على حدودها قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الداخل الإيراني، خاصة وما تعيشه إيران الآن من مشاكل من المقاطعة الدولية وقضية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. نعم، صحيفة لوتان السويسرية قالت إن قرية أكفانو الصغيرة الاستراتيجية على وشك السقوط في يد أذربيجان، وأنه لا خيار أمام أرمينيا سوى الدفاع عنها من أجل الحفاظ على محور حيوي كانت تسيطر عليه حتى الآن. وفي تقرير ميداني قال مراسل الصحيفة في القرية أن القوات الأذرية تحاول الاستيلاء على محور حيوي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا، وهو ممر لاتشين الذي يعد نقطة استراتيجية للقوات الأرمينية تمرر من خلاله الدبابات والذخيرة والمواد الغذائية وغيرها من المؤن الضرورية للمدنيين العالقين في الإقليم. يعني ممر لاتشين ممر استراتيجي بين أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ المحتل. كثير من الخبراء هنا العسكريين يقولون أن استرجاع أذربيجان لهذا الممر سيجعل الانفصاليين الأرمن بين فكي كماشة. هل تعتقد تدخلا مثلا روسيا أو ربما أمريكيا للحيلولة دون حدوث ذلك؟ يعني احنا نرى الان ان هناك تحرك من الرئيس التركي اردوغان لعمل تفاهم معين مع الرئيس بوتين الرئيس الروسي لوقف اي عمليات تدخل كبيره من روسيا. روسيا ليست متشجعه للدخول في حرب مباشره او الدفاع بشكل كبير عن القاده الارمنيين، خاصه وان معظمهم ميولهم غربيه، والنخبه في ارمينيا هي نخبة تنحاز إلى الأفكار الغربية وإلى التحالف مع الغرب أكثر من أنها تستمر في تحالفاتها مع روسيا، ولديها الأفكار المتعلقة بالديمقراطية والليبرالية، وهو ما يخالف التوجه الروسي مع جيرانه من الدول التي استغلت الاتحاد السوفيتي. قد يكون هناك تحرك روسي من خلال مزيدا من الدعم، لأن الانفصاليين عندما يتم الاستيلاء على ممر لاتشين، وهو يعني ممر الصقر باللغة الأذربية، وهي أي التحرك بين القرى الممتدة على طول هذا الممر حتى عاصمة الإقليم، ستنقطع الإمدادات عن الانفصاليين الأرمنيين، وسيكون تقريبا قد سقط الإقليم بكامله في يد أذربيجان. أنا أعتقد أن الروس سيتحركون مع الأتراك لتجنب هذا الأمر من خلال وقف إطلاق أو تحرك مجموعة مينسك مرة أخرى، والتي أقرت عملية وقف إطلاق النار في عام 1993 وثبتت الواقع إلى أن اندلعت الحرب هذه مؤخرا. نعم، أيضا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على العمل سويا من أجل إيجاد حل بين أذربيجان وأرمينيا. ونقلت صحيفة ياني شفق عن أردوغان قوله أنه أجرى مباحثات مع بوتين واتفقا على أن يعملا على إيجاد حل سلمي لما يحدث في القوقاز، وأضاف أنه اتفق مع بوتين على أن يقوم بمباحثاته مع الرئيس الوزراء الأرمني، بينما يقوم هو بمباحثات مع الرئيس الأذري ليتخذ الجميع خطوة صادقة في هذا الصراع.
الصحيفة نقلت أيضا عن أردوغان أفاد بأن هناك مؤشرات تظهر عدم دعم روسيا للاستقرار والسلام في سوريا، في إشارة لاستهداف روسيا مركزا لتأهيل الجيش الوطني السوري في إدلب. إذن تحدثت قبل قليل عن أردوغان، ما هي قراءتك لإعلان أردوغان إجراء مباحثات مع بوتين حول الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وأيضا بحثا عن حل؟ يعني بالتأكيد الرسالة الروسية قبل أيام بقصف فيلق الشام وهو أحد المتحالفين مع تركيا والفصيل المفضل لدى الأتراك في سوريا هي رسالة طبعا نتج عنها للأسف يعني عدد كبير من القتلى في فيلق الشام. هذه رسالة إلى تركيا، تركيا المنشغلة الآن في أكثر من ملف، ملف شرق البحر الأبيض المتوسط والخلافات مع اليونان وقبرص اليونانية، وكذلك ملف الليبي، وأيضا الملف المتعلق بسوريا من خلال الرسالة العسكرية التي وجهتها روسيا إلى تركيا. فأعتقد أن الرئيس أردوغان يريد أن يهدئ الأمور حتى يتمكن من أن يتعامل مع هذه الملفات كلها المفتوحة في نفس الوقت، وأعتقد سترهق تركيا إذا استمرت في أنها تتعامل في أكثر من ملف وتوتر في نفس الوقت، بالإضافة إلى العلاقات المتوترة بين تركيا وفرنسا وبين أكثر من دولة أوروبية. فالتهدئة من قبل أردوغان في الملف الأرميني هو لالتقاط الأنفاس ولإعادة ترتيب الأوراق، وممكن أن تقدم تنازلات في أرمينيا، ممكن أن تقدم تنازلات بعد الضربات الساحقة التي قامت بها القوات الأذربيجية، وخاصة أن تركيا قد أبلت بلاء حسنا بإعداد القوات الأذربيجية حيث أنها تحقق انتصارات كبيرة. وأرمينيا الآن ومن خلال لقاء مساء أمس للرئيس الأرميني أعلن أنه ممكن أن تخطي الخطوط الحمر في تقديم التنازلات، وهذا أمر أعتقد أردوغان قد التقطه وسيهدئ الأمور حتى يرى ما هي التنازلات التي ستقدمها أرمينيا في ملف في المتنازع عليه في مقاطعة ناغورنو كاراباخ. نعم، الكاتب الصحفي عبد المحسن الجمعة ابقى معنا، سوف نذهب إلى عمان مشاهدينا، ومنها يضعنا مراسلنا هناك غيث الرقاد في قلب اهتمامات الصحف الأردنية وأبرز مانشيتاتها ضمن هذا التقرير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجولة السريعة في أخبار الصحف المحلية الأردنية الصادرة لهذا اليوم، ونبدأ هذه الفقرة من صحيفة الرأي الأردنية ونقرأ فيها: جلالة الملك يؤكد ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، حيث قال جلالة الملك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي وفدا مشتركا من وزارتي الخارجية والدفاع في روسيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين. وفي خبر آخر من صحيفة الرأي وعنوان: معدل البطالة في إسبانيا يرتفع إلى 16.26 بسبب جائحة كورونا، وتويتر تنشر رسائل تحذيرية من حملات تضليل محتملة عشية الانتخابات الأمريكية. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الرأي الأردنية، وننتقل إلى صحيفة الدستور ونقرأ أبرز ما جاء بها من عناوين: مشروع قانون إسرائيلي لسحب جنسية أي معتقل فلسطيني يتلقى مساعدة من السلطة، وأيضا في الدستور: فعاليات شعبية، الإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام جريمة بحق الإنسانية وليست حرية تعبير. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الدستور، وننتقل إلى صحيفة الغد وأبرز ما جاء فيها من عناوين محلية تتعلق بجائحة كورونا، حيث عنونت الصحيفة:
وزير الصحة الأردني نادير عبيدات، الأرقام المعلنة لأعداد الإصابات والوفيات بكورونا يوميا حقيقية، حيث أكد الدكتور عبيدات أن أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا التي تعلن يوميا في الأردن تعلن بعد أخذ نتائج العينات من القطاع العام والخاص ومن جميع مناطق المملكة. وأضاف عبيدات أنه لا يوجد هناك أي سبب لزيادة أو تقليل عدد الإصابات اليومية بالفيروس، والأرقام المعلنة حقيقية. وعنوان آخر من صحيفة الغد أيضا يتعلق بجائحة كورونا، حيث عنونت الصحيفة سباق لقاح كورونا 200 مليون جرعة على الطريق. صحيفة الغد أيضا أفردت مساحات كبيرة للحديث عن الانتخابات الأمريكية، حيث عنونت خبر لا ثقة كبيرة في دونالد ترامب أو جو بايدن في أوساط العرب. كان هذا أبرز ما جاء في صحيفة الغد الأردنية من عناوين محلية أردنية وأخرى عربية وأخرى متعلقة بجائحة كورونا. الآن ننتقل إلى أبرز ما تناولته الصحف الإلكترونية في الأردن، والبداية من صحيفة عمون الأردنية، حيث تناولت عدد من العناوين والأخبار، وكان من أبرزها 45 ألف رجل أمن أردني لتنفيذ خطة حماية وضمان لسير الانتخابات البرلمانية في الأردن. وفي خبر رياضي محلي من صحيفة عمون الأردنية الإلكترونية عنوان منع مشاركة أي لاعب أردني درجة حرارته 37.8 بالمباريات وعقوبات مالية. وإلى خبر آخر من الأزهر في القاهرة، حيث نشرت صحيفة عمون الأردنية شيخ الأزهر يدعو إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين، حيث دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين. كان هذا كل ما لدينا في هذه الجولة السريعة على أبرز عناوين الصحف المحلية الأردنية الصادرة، حيث تابعت الصحف الأردنية عدد من المواضيع المتعلقة بالانتخابات الأمريكية. مشاهدينا مستمرين معكم، وأيضا في صحيفة الول ستريت جورنال تناولت زيارة بومبيو لسريلانكا، حيث حذر من الاعتماد على الصين وتمتين العلاقات معها. ووصل بومبيو إلى سريلانكا في الوقت الذي تقوم فيه بتوطيد علاقاتها مع الصين من خلال قروض جديدة ومشاريع بناء بمليارات الدولارات وحتى قوانين جديدة لتعزيز هذه الشراكة. رغم ذلك رئيس سريلانكا يقول إن بلاده ستبقى على الحياد. جولة بايدن في جنوب آسيا هذا الأسبوع سلطت الضوء على التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في المنطقة. هل هناك علاقة بين تحركات بومبيو في جنوب آسيا والانتخابات الأمريكية برأيك؟ يعني أنا أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب قد وجهت عقيدة الحرب الباردة تجاه الصين بعد ما كان المستهدف الرئيسي روسيا وسابقا الاتحاد السوفيتي. الآن إدارة ترامب تركز على أن الخطر الحقيقي الاقتصادي والعسكري على الولايات المتحدة يأتي من الصين، ولذلك شاهدنا أيضا من خلال جائحة كورونا كيف كان الهجوم من ترامب إلى الصين. وبالتالي أكيد هذه الجولة تؤكد يعني أو ترسخ هذا التوجه لدى إدارة ترامب، ولا أعتقد أن لها علاقة بالانتخابات الأمريكية، خاصة وأن الناخب الأمريكي يركز بشكل كبير على القضايا المعيشية وقضايا الوظائف ومشكلة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. ولكن أعتقد أن
ترامب في الشهور المتبقية من ولايته، وخوفا من أن لا يجدد له، يريد أن يضع ركائز للسياسة الجديدة التي تواجه الصين. وشاهدنا إرسال قطع بحرية إلى بحر الصين الجنوبي في المنطقة المتنازع عليها، على بعض الجزر بين الصين واليابان وفيتنام والفلبين، وكذلك إجراءات أخرى كثيرة تتعلق بسرعة الرد على أي تحرك من الصين في تلك المنطقة. هناك توتر عالي. الرئيس الصيني قبل أسابيع وجه رسالة إلى الجيش الصيني وقال استعدوا، كونوا مستعدين للحرب. وهذا يعني طبعا شيء خطر وتصعيد كبير من جانب واشنطن وبكين. ولذلك فهذه الجولة تأتي في سياق يعني مواجهة التمدد الصيني في جنوب شرق آسيا وفي عدة مناطق أخرى، حتى في أفريقيا. ممكن في مناسبة أخرى نتحدث عن المواجهة الأمريكية الصينية في أفريقيا. نعم. أيضا نعم، أيضا اتهم نشطاء وأعضاء البرلمان الأوروبي وكالة فرونتكس الحدودية بالتهرب من مسؤولياتها تجاه الأشخاص المنكوبين. وحسب الجارديان البريطانية، فقد تم اتهام وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس بالاستثمار في التكنولوجيا لمراقبة المهاجرين من بعيد والتهرب من مسؤولياتها تجاه الأشخاص المنكوبين. وتتعرض فرونتكس بالفعل لانتقادات بعد أن اتهمها تحقيق الأسبوع الماضي بالتواطؤ في عمليات صد خطيرة في كثير من الأحيان تهدف إلى منع طالبي اللجوء من عبور بحر إيجا. الوكالة أنكرت معرفتها أو التورط في عمليات الصد، وبدأت يوم الثلاثاء تحقيقا داخليا. كشف موقع ديلي بيست الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي للإف بي آي سيخفي تقريرا يتضمن تفاصيل حول الخطر الإرهابي الذي يمثله دعاة التفوق العرق الأبيض داخل الولايات المتحدة. واعتبر الموقع أن عدم الكشف عن هذا التقرير المطلوب قانونيا بشأن الإرهاب الداخلي قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل يعد خرقا للقانون. وكان من المفترض أن ينشر المكتب تقريره في يونيو الماضي، والذي يتضمن كما هائلا من المعلومات غير متاحة في الوقت الراهن حول الإرهاب المحلي، وهو تصنيف يندرج تحته عنف أنصار تفوق العرق الأبيض. ويتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي بموجب قانون إقرار الدفاع الوطني تحديد أشكال الإرهاب المحلي والأيديولوجيات ذات الصلة بهذا النوع من الإرهاب، وما الذي يفعله المكتب وشركائه لمكافحته. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى المقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم مشاهدينا من الشرق الأوسط بعنوان ماذا بعد الانتخابات الأمريكية؟ يقول فيه كاتبه عبد المنعم سعيد: قد يكون الحديث عما بعد الانتخابات الأمريكية فيه نوع من العجلة والبحث عن المجهول، نظرا لأهمية الرئيس الأمريكي في النظام السياسي للولايات المتحدة وأهمية هذه الأخيرة في النظام العالمي. ولكن احتمالات العجلة تعود في جوهرها إلى أن المعركة الانتخابية تبدو كما لو كانت فاصلة بين عالمين، أحدهما لترامب والآخر لبايدن، وأن العالم كان ساكنا خلال السنوات الأربع الماضية ولم يحدث فيه لا تغيير ولا تطور. وجهة النظر هذه ثقيلة على الخاطر، لأن الحياة والعالم والدنيا بأسرها لا يتوقف نبضها على فرد أو انتخابات مهما كانت أهميتها ومركزيتها. وعلى أي الأحوال، فإنه في كتابات أخرى جرت أربعة سيناريوهات لنتيجة الانتخابات الأمريكية. أولها شائع وهو فوز بايدن، لأن استطلاعات الرأي العام تقول لنا ذلك. وثانيها غير شائع وهو فوز ترامب، لأن استطلاعات الرأي العام لا يمكن الوثوق بها بسبب الانتخابات الماضية عام 2016، ولأن الاقتصاد الأمريكي يبدو في طريقه للتعافي على ضوء إحصائيات الربع الثالث من العام والمقدر إعلانه قبل الانتخابات. وثالثها أن النتيجة سوف تكون ذات فارق ضئيل في الأصوات يحتم أزمة دستورية
وشرعية تصل عبر الكونغرس إلى المحكمة الدستورية العليا. وفي هذه فإن ترامب مؤكد الفوز نظرا لما حصل عليه الجمهوريون والمحافظون في عهده على تفوق يصل إلى 6-3 بعد تعيين القاضية الأخيرة إيمي كوني باريت. ورابعها أن الأزمة الدستورية قد تكون أكثر حدة مما يتوقع كل الأطراف السياسية، ويكون هناك تخوف من حرب أهلية يقرر بسببها عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ عقد صفقة مع ترامب كتلك التي حدثت مع نيكسون، فيكون العفو مقابل الاستقالة. إذن المقال ذكر 4 سيناريوهات بشأن الانتخابات الأمريكية، برأيك إلى أي سيناريو تميل؟ يعني أنا أعتقد بعض التوقعات بأن تندلع مواجهات أو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، أعتقد أنها سيناريوهات مبالغ فيها. الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات ودولة يعني دولة كبرى ودولة لديها استقرار، وأن كل ما يحدث هذا عملية مناورات سياسية، وبالنهاية أن المؤسسات في الولايات المتحدة ستفرض نتيجة الانتخابات، وإذا حدث تقارب أو اختلاف في التصويت في أحد الولايات سيذهب كما حدث في جورج بوش الابن في الانتخابات عام 2000، بأنه سيذهب بهدوء إلى المحاكم والمحاكم ستقرر دون بعض السيناريوهات التي تتحدث عن حرب أهلية ومواجهات. أنا أعتقد هذه كلام مبالغات في لن تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في دولة مستقرة وكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى فقرة مقال أو فقرة الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير مشاهدينا نطالعه مع ضيف الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة من صحيفة الأنباء وبريشة محمد تلاب، وما هو تعليقك على هذا الكاريكاتير؟ يعني الكاريكاتير المبدع محمد تلاب يعكس حالة العالم كله الآن بعد عودة الإقلاقات وإعلان حالة الطوارئ ينتظر إقرار أو الإعلان عن لقاح يكون موثوق فيه لإنهاء هذه الجائحة بإذن الله، وما يصور بأن العالم يريد على وجه السرعة حتى لا تكون انتكاسات كبيرة اقتصادية وعلى المستوى حتى الاجتماعي والإنساني. نعم، وبهذا الكاريكاتير وصلنا إلى ختام حلقتنا من ماشية الصحافة. ما يسعني أن أشكر ضيفي الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.